أنا أتواجد في قسم الأطفال داخل مستشفى كمال عدوان الطبي، هذا القسم الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وعاث فيه خرابا، بل وترك الأطفال بلا رعاية ولا علاج. في هذه الجولة الخاصة لقناة الجزيرة مباشر نرصد لكم ما فعل جيش الاحتلال في هذا القسم. نلتقي هنا بالحكيم أنور، يعطيك العافية. حكينا ما الذي جرى في هذا القسم تحديدا، انه قسم تابع للاطفال واقتحمه جيش الاحتلال وعاث فيه خرابا وترك الاطفال بلا رعايه ولا علاج. طبعا هذا قسم الاطفال، اول شيء يعني كما انتم بتعرفوا انه كمال عدوان هي المستشفى الوحيد المتبقي على الخدمه بالنسبه طبعا للاطفال، خصوصا انه مستشفى النصر طبعا اغلقت والمستشفيات الاخرى اللي تابعه للاطفال طبعا تم اغلاقها. الان كمال عدوان هي المستشفى الوحيده على مستوى الشمال كله اللي تأوي هؤلاء الاطفال من اي مرض او حتى اذا كانوا مصابين. طبعا كنا شغالين في القسم بما تبقى من العدد القليل من الكوادر، ما لقينا إلا أنه جيش الاحتلال كان طبعا موجود في المكان، متواجد في المكان. طبعا لم يلتمس أنه هؤلاء أطفال صغار بلا مرافقين، طبعا أخذوا المرافقين اللي موجودين طبعا عندنا في القسم. طبعا من الأطفال اللي هنا مصابين بالكساح، أيضا هناك أطفال طبعا أمراض عادية وهناك إصابات حرب وحروق، أخذوهم على أساس أنه يعني بدهم يشوفوهم هل إلهم في إشي ولا لا. طبعا ما كان لهم في اي شيء، مع ذلك اخذوهم بلا مرافقين. يعني انا عندي اطفال مصابين بكساح هنا بدون مرافقين، يعني انا كممرضه امارس مهنتي يعني بقدم العلاج على قد ما اقدر طبعا. وايضا اذا بدهم حكينا كما يعني استمعنا انه جيش الاحتلال رافق في هذا القسم الكلاب الضالة لترويع الأطفال. نعم نعم صحيح، طبعا أطلق الكلاب هنا لتخويف الأطفال وترويعهم، كما بشكل مباشر ترويع الأطفال وإصابات هنا حالات هلع كثيرة للأطفال. كما وقلت لكم الأطفال هنا بلا مرافقين أغلب القسم. طبعا احنا هنا بنشتغل شغلنا، مع ذلك يعني بنحفظ الصغار وبنطعميهم بنأكلهم بنشربهم، يعني احنا الام والاب هنا والممرضين ايضا. يعني نفهم يعني بعد خروج مرافقين المرضى والنازحين اصبح الاطفال بلا ذوي ولا اهل هنا، فانتم ترعون مصالحهم من علاج، من ماكل، من ملبس. نعم صحيح، طبعا يحاول مدير المستشفى على قدر الامكان ان يوفر بامبرز لهم، اكل ايضا، ما استطاع الى ذلك سبيلا. طبعا راح نفرجيكم طبعا بعض الحالات اللي بدون مرافقين موجود عندنا في القسم هنا، يتراوح اعمارهم بين 15 سنه، اطفال مصابين بالكساح بلا اب بلا ام بلا رعايه حتى صحيه كامله، نظرا لانه ما في علاجات اصلا تنعطى مضبوط. الصيدليه طبعا تم تدميرها بشكل مباشر من قبل الاحتلال، الأشعة طبعا تم تدميرها، وهناك حالات هيد تروما مصابين طبعا بومتينج وهيدك، ما بنقدر نعمل لهم صورة السيتي لأنه الأشعة مدمرة بشكل كامل. تم الاعتداء على الطواقم الطبية وأخذهم إلى العيادات الخارجية، وحتى الآن لم نعرف أي معلومة عن أي حدا من الكوادر الطبية. يعني تستمر جولتنا داخل أغوقة هذا القسم التابع للأطفال الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وعاث فيه خرابا. نلتقي هنا بالسيدة، يعطيك العافية. حدثينا ما الذي جرى لكم أثناء اقتحام جيش الاحتلال لهذا القسم وترك الأطفال بلا رعاية وبلا علاج؟ أنا هان مصابة وابني مصاب، ابني شهيد، جوزي بيشتغل هان في كمال عدوان مع الطاقم الطبي، وأنا محتاجة كتير إله لأنهم برضه هم أخدوه، وأنا مش عارفة حاجة عنه. كلامك إنه زوجك حكيم قسم الأطفال تم يعني اعتقاله. أيوه بالضبط، تم اعتقاله وكان مرافق معي أنا لأني ماليش حدا هان، ماليش غيره، فأخدوه ومعليش إشي. ذنبه إنه كان بس يعالج أطفال صغار، كان ما رد يتنازل ولا يطلع من هان إلا لما يعالج كل المرضى. بقول بشوف عين ابني في عينين الصغار الأطفال، فمش حقدر أطلع ولا أسيب أي طفل بدون رعاية بدون علاج. أخدوه وما عليهوش أي ذنب، ما قالوش في أي إشي،
بهل انا بناشد وبقولهم يطلعوه ملوش على اي حاجه وانا محتاجاه بدي اياه هالقد ضروري هالقد تطلع. ما إله ذنب، والله ما إله ذنب في اي حاجه، واحنا محتاجين الرعايه. كان الله بعونهم هؤلاء. تستمر جولتنا، نلتقي بالسيده. يعطيك العافيه حاجة. الله يعافيك. يعني انتم مرافقين لمرضى الاطفال وهذول الاحتلال، ما الذي حدث في هذا القسم اثناء الامتحان؟ اليهود ضبط اخذت شبابنا كلها، اليهود اخذت شبابنا كلها وضربتهم وعذبتهم وشلحتهم، وبعدين اطفالنا يطلبوا لتفة المية ما يلقوها يشربوها، يبدهم اكل ما يلقوا اكل، وبدهم علاج وبدهم أدوية ولا إشي. وبعد لما نقتحم هذا القسم وأخرج النازحين وترك الأطفال يعني بلا علاج، ما الذي حدث يعني في هذه اللحظات؟ كلهم تعبانين، كلهم كل أطفالنا، كل أولادنا، كل بناتنا وكل شبابنا، كلهم تعبانين، كل المصابين تعبانين وكتلوا. وبعدين يعني هدول الأولاد هيهم بلا أب ولا أم. بعدين أخذوا جوزي عمره 64 سنة مرافق مع ابنه، مع ابن ابنه، واجوا أخذوه من عنا، وفيش حدا إلهم، وفيش حدا إلهم معيل إلا أنا وسيدهم. وسيدهم أخذوه اليهود، هو عمره 64 سنة، مش صغير يعني. هو هذا إيش عامل فيهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. وبعدين احنا من ناشد العالم كله انه يتدخل وانه يدور على اولادنا وعلى بناتنا وعلينا وعلى كل اولادنا. احنا من ناشد كل العالم اجمعين من ناشدهم، كل المسلمين من ناشدهم. احنا ليش هم هيك مش واقفين معانا ولا مدورين علينا؟ اليهود كتلتنا، موتتنا، ذبحتنا. اليهود ذبحت اولادنا وكتلتنا وموتتنا وهدت بيوتنا ودفنتنا كلياتنا. دفنت اولادنا وهم طيبين، دفنتهم اليهود وكلهم مصابين اولادنا، وما حدش مدور عليهم. تستمر هذه الجولة داخل قسم الأطفال، نلتقي بأسرة جديدة هنا. يعطيك العافية. حدثينا ما الذي جرى لكم يعني ولأطفالكم أثناء اقتحام جيش الاحتلال لهذا القسم؟ والله احنا قاعدين وشفنا الدبابات اللي خشين على المستشفى، طلعوا النازحين في الأول، بعدين طلعوا المرافقين وطلعوا خلوا الأطفال لحالهم جوا خافوا، التمسوا من الخوف وهم استرخوا، ما خلوش حدا عندهم. هذا طفل 4 سنين عمره، أمهم وأبوهم استشهدوا في قلب الدار، ما إلهم ذنب. وقلب الدار ما حدا عنا، ولا عنا مقاومة ولا عنا أي حدا في قلب الدار، ما طلعنا من باب الدار. أمهم وأبوهم شهداء، هاي هاد واحد وهاد واحد 4 سنين و10 سنين، وأخوهم الثالث استشهد مع أمهم وأبوهم الصغير، سنة ونص عمره استشهد بقلب الدار مع أهله. إيش ذنبهم يعملوا؟ هاي راسه من يوم العملية فايه في العناية، من يوم العملية. إنه جيش الاحتلال يعني ترك الأطفال بلا رعاية، ولا أكل ولا شرب، ولا أكل ولا شرب ولا علاج. صورة للتلفزيون للإشعة، بدهم يفش عندهم، بدهم يحاولونا، مش راضين يحاولونا على المغزة. هذا هو بصيح من راسه ليل نهار، سخانة 40 41، مش قادرين يصوروه صورة سي تي، ففش هان، مش راضين يطلعونا يصوروه. ايش بدنا نساوي؟ لما خوفوا هالولاد، رعبوا هالولاد هالاطفال، وصيح ليل نهار مش عارف ايش اسوي له، ولا اكل ولا شرب، فيش اكل، بيمشوا بقع من قلة الاكل، فيش علاج، بيمشوا بقعوا، هيو محروق ظهره، محروق ظهر ايده، فيش علاجات هان، ودونا هالبطل غيار على الفاضي ما بيعملش اشي. يا الله راسي، هيو ولا اكل ولا شرب ولا اي شيء. تستمر جولتنا لرصد ما قام به جيش الاحتلال أثناء اقتحام هذا القسم في مستشفى كمال عدوان، تحديدا قسم الأطفال. Thank you.
كما نشاهد عبر شاشة الجزيرة مباشر، يعني أطفال أمراض بلا أهل ولا مرافقين، تركهم جيش الاحتلال دون رعاية صحية ولا علاج، وأخرج ذويهم إلى مدينة غزة إجبارا. كما شاهدنا واستمعنا، جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعي الإنسانية والأخلاق أصبح بلا إنسانية ولا أخلاق. لقناة الجزيرة مباشرة، محمد الشريف، شمال قطاع غزة.